السلام عليكم مراد، كيراك خويا لاباس بخير؟ معاك خوك مثل مسان متتبع وفي القناة تاعك. بون خويا، انا دفعت في البريمي دو مون تاعي في 18 نوفمبر 2021، رجعوا لي ابي بري مع لو 24 ديسمبر، عطاوني رفي موتيف نيميرو 10. اتصلت بيه قلت لي خويا موتيف نيميرو 10 دوسيك شباب، غير ما بغاوش يمدولك، عاود وفيها خير، عاود يمدولك. بون خويا، انا من تماك وانا نحكي نحكم لو رونديفو، من تماك وانا نرسل لي زيميل، نرسل لي زيميل اشاك سيمان، خاطر الايام الاولى كنت حتى جونفي كنت نبعت خطرات في الشهر. عاود من جونفي حتى نقول لافريل بقيت نرسل كل شاك سيمان، نرسل حتى اللي رسلوا لي ايميل حكم في مي، عطاوني الرونديفو لو 26 جوان بي لا سون. المهم خويا، انا جمعت الدوسي تاعي كيما الخطره الاولى في السينياليتيك تاعي، اتيستاسيون في السينياليتيك، شهاده فلاح، درت التراديسيون لشهاده فلاح، وخرجت في السينياليتيك تاعي من الغرفه، ودرت رولفي دي دانيي زون زي مونيمو عند اكسبير. بون مراد خويا، درت داني ريفي دو ريفوني افنيال عند ان اكسبير داكريكيكتور، و دفعت اوريجينال، درت لي ريزرفاسيون دوتيل تاوعي روحي، درت لي ريفي دو كونت، ديجا كان عندي الكونت في الدفعة الاولى، عاود زدت عليه حتى كيما نقولو دفعت قريب عام ونص ريفي دو كونت نتاع دينار، درت 2700 اورو ودفعت، رحت ل 26 دفعت. لو 24 جوي يعيطوني من الكونسيلا، قال لي خويا خاصك تكومبليتي لنا الدوسي، خاصك تجيب لنا السيفا وتجيب لنا الاكستري درول وتجيب لنا ميزاجو دو كاسنوز. كنت دخلت في حوار معاه، قلت له بلي هاد الصوالح ماشي مدوموندين سو لي سيت اوفيسيال، قال لي خويا لازم تجيبهم. بون رحت جمعتهم، خلصت الميزاجور تاع كاسنوس تاعي، خلصت الكاسنوس تاعي، درت الفيش، درت الاكستريدور، خرجتها عندي نيون ما يسالونيش، وفي السيفا ما دفعتهاش، درت الا تريس اكسبليكاتيف عليها باللي فوالا ما عنديش وماشي دوموندي سو لي سيت اوفيسيال ومنا ومنا، ودفعت. ضربت 48 يوم باش رجعوا لي، كي رجعوا لي الحمد لله 78 يوم، ضربت 78 يوم باش رجعوا لي، كي رجعوا لي اتلقيت الفيزا فيها. وبارك الله فيك مراد على النصائح نتاعك، وجزاك الله خير خويا. انا نوصي حاجه الناس، ما تتقلقش وما تدد عطاوني فيها 30 يوم في 43 يوم، تكمل لي لو 19 اكتوبر.